السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة نتكلم عن أفضل 6 برامج لتحرير والتعديل على الفيديو بإمكانيات رهيبة جدا جدا، ولكن الست برامج دول مجانيين إلى جانب إن هو مفيش عليهم علامة مائية أو ووتر مارك. تمام، يبقى هنتكلم عن أفضل 6 برامج للتعديل على الفيديو وعمل مونتاج عليهم بدون ما يكون فيها علامة مائية، وكمان البرامج مجانية من مواقعها الرسمية. برامج بتعمل على الويندوز والماك واللينكس بكل سهولة. طبعا هنستعرض دلوقتي أول برنامج معانا. كل اللي احنا بنعمله طبعا هنستعرض البرامج بالبحث المباشر، أنا هبحث عليها على الإنترنت بشكل مباشر. أول برنامج معانا اللي هو برنامج VSDC، هبحث عن VSDC زي ما احنا شايفين كده، هلاقي ان ده الموقع بتاعه، هخش عليه. ده شكل الموقع، طبعا الفيديو اديتور اهو. تمام، ده الفيديو اديتور الخاص بالموقع. تقدر انت تعمل داونلود وتعمل داونلود فيديو اديتور وتعمل عملية داونلود فيديو اديتور لنسخة 64 او نسخة 32، والمساحة حوالي 97 ميجا. برنامج رائع جدا جدا، بدون برنامج مجاني من موقعه الرسمي، هو كمان برنامج بدون علامة مائية. نروح للبرنامج اللي بعد كده. البرنامج اللي بعد كده معانا اسمه اوبن شوت. اوبن، كل ده طبعا بالبحث المباشر على جوجل، ومنه بنروح على الموقع. برنامج اوبن شوت حرر فيديو مجاني، بضغط عليه وبحمل اصدار سواء زي ما شفنا للويندوز او للابل او لللينكس. تمام، انا لو ضغطت هنا كده طبعا برضو شكله جميل جدا. ممكن انزل الويندوز سواء حمل الاصدار النسخه المثبته عند 64 هو قاريها 64 او بتنزل لنسبك. ممكن تنزل لحاجات تانيه زي لينكس زي OS X وكمان الابل. تمام، ده الموقع للبرنامج التاني معانا. هنروح للبرنامج التالت معانا، هنبحث عليه اسمه هنا مش هنبحث عليه لانه موجود على الويندوز، موفي ميكر. موفي ميكر ده برنامج بيبقى موجود مع الويندوزات زي ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 زي هنا مثلا. انا هبحث عنه عندي، بنزل هنا كده وانزل تحت حرف الفي فيديو اديتور اهو، كلمة فيديو اديتور بضغط عليها. هو ده الموفي ميكر الموجود مع الويندوز وبينزل معاه طبعا، بنستخدمه في التعديل على الفيديوهات وعمل مونتاج ليها. فيديو اديتور اهو، واقدر ان انا اضيف ملف جديد واضيف بقى الفيديو بتاعي واسميه، وابدا ان انا اعمل موشنز وتكست واضيف عناوين واضيف موسيقى وغيره. ده موجود مع الويندوزات الحديثة زي ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز 7 كمان. موفي ميكر، تمام، ده على ويندوز 10 اللي قدامنا. يبقى كده ده ثالث برنامج معانا، برنامج مجاني وكمان بنقدر نعدل بدون علامه مائيه. هنروح للبرنامج معانا الرابع اللي هو بلندر، من البرامج المشهوره جدا. ببحث عليها خلاص، بروح على الموقع الرسمي بتاعه، ده الشكل العلامه الايقونه بتاعته، من البرامج المشهوره. بنبدا نعمل داونلود بكل سهوله، ونبدا ان احنا نحط الفيديو بتاعنا ونعمل عمليه تعديل او مونتاج على الفيديو بتاعنا بكل سهوله، وكمان بدون اي علامه مائيه، وكمان بدون اي، لان البرنامج طبعا مجاني من موقعه الرسمي. تمام، هنروح لخامس برنامج معانا، هو اي موفي. ابحث جوجل طبعا زي ما احنا شايفين على حسب اللي انت عاوز تستخدمه. اي موفي موجود على اب ستور، موجود للابل، موجود على ابل او موجود على الايفون، موجود كمان للاندرويد. اي موفي للاندرويد لو انت عايز تنزل على اندرويد من هنا، وكمان موجود على الويندوز بكل سهوله زي ما احنا شايفين اهو. انا لو عايز انزله الاندرويد بخش على نسخه الاندرويد، او انزله للويندوز هنا مثلا، اضغط هنا عشان ننزله على نسخة الويندوز. اي موفي فور ويندوز، تمام، نزلنا لتحت هنلاقي داونلود فور فري،
وتقدر تستخدمه بكل سهولة في البرنامج معانا للتعديل على الفيديو مجاني وبدون أي علامات مائية، وهو شورت كات، برنامج اسمه شورت كات، من برامج برضو قوية في التعديل على الفيديو بشكل مجاني. الموقع بتاعه خش عليه طبعا، تضغط هنا علشان تعمله دونلود على الجهاز عندك، وبتبدأ ان انت تستخدم البرنامج بكل سهولة. برنامج اوبن سورس، يعني مجاني مفتوح المصدر، تمام، اوبن سورس ومجاني مفتوح المصدر بدون اي علامة مائية. دول كانوا من افضل واقوى البرامج اللي ممكن تستخدمها في التعديل وتحرير الفيديو وعمل مونتاج ليه بشكل مجاني وكمان بدون وجود علامة مائية. اتمنى يكون الشرح سهل وواضح. لو في اي استفسارات نشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمل له مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.